السلام عليكم. ما قدرتش ما نديرش هذا الفيديو باش نعزي الاهل والاسره والوليدات ديال الفنانه ديالنا امينه رشيد، هذه المراه اللي عرفتها وانا في البدايه ديالي وشاركت معها في مجموعه ديال الاعمال، وكان اخرهم الشعر ملحه والسكر مبغاش تموت، وكان اخر لقاء اللي هو في مهرجان سيني بلاش اللي جات باش تكرمت فيه. واخا كانت مريضة جات وتلاقات معنا وكانت بكل حب رحبت بالناس وخلتنا شي صورها، واخا فنانة اخرى ما تبغيش، ولكن النظر القيمة الكبيرة اللي عندها كان عندنا لقاء اننا نزورها مباشرة بعد العودة ديالها من العطلة، ولكن الموت سبقتنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. امرأة كبيرة عظيمة عطات بزاف 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 في الفن المغربي، وبقت إلى آخر رمق بكل قوة بكل عطف وحب. رحمها الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها وتعازينا المغاربة.